أقيم حفل تخرج الدفعة الأولى من مبادرة معدتك شركتك بمركز التدريب الإنتاجي على حرف الترشيد والبناء بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر. هذا وقد تم تخريج 25 متدربا من قرى ومراكز حياة كريمة لقيادة وتشغيل اللوادر وصيانتها وإصلاحها بشكل عام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والقطاع الخاص. خلق كوادر عمالية متدربة كان الهدف الذي سعت إليه المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ من خلال تخريج الدفعة الأولى من مبادرة معدتك شركتك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والقطاع الخاص. مركز عريق وصرح عريق بيأهل كل المتدربين بالشكل الأفضل اللي يقدر يطلع منه لسوق العمل ويوجد مكان ليه في سوق العمل بشكل لائق وبشكل شخص فعلا تم تدريبه على أكمل وجه. النهارده طبعا احنا كنا مستهدفين في المبادرة تدريب 25 متدرب، في عندنا 15 متدرب على تشغيل اللوادر، وكلمة تشغيل هي كلمة أشمل من كلمة سواقة اللوادر. طبعا عندنا الجزء الثاني من المتدربين تم تدريبه على صيانة المعدات الثقيلة، وده النهارده احنا شايفينه هيتم ان شاء الله تكريم المتميزين والأوائل من الدورة. مبادرة معدات شركتك هي مشروع تكاملي بنوفر فيه التدريب الفني والمهني والتثقيفي للفئات المستهدفة من قرى ومراكز حياة كريمة. طبعا التدريب ده بيتم في مراكز التدريب التابعة لجهاز التدريب الانتاجي على حرف الترشيد والبناء التابع لوزارة الإسكان. بنوفر ليهم تدريب تثقيفي ومالي وقانوني في الأكاديمية الوطنية للتدريب، وده لا يقل أهمية عن التدريب الفني. حفل تخريج الدفعة الأولى أقيم بمركز التدريب الإنتاجي على حرف التشييد والبناء بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر، حيث تم تخريج 25 متدربا من قرى ومراكز حياة كريمة لقيادة وتشغيل اللوادر وصيانتها وإصلاحها بشكل عام. كنت داخل الموقع هنا اللي أنا داخل أشتغل سواق، فالحمد لله يعني دخلت ما كنتش عندي خبرة في أي حاجة، تعلمت تشغيل اللودر وهنا الناس كانوا بيعاملونا بأحسن معاملة. أنا هنا تعلمت حاجات كتيرة ما كنتش أعرف. بالنسبة للصيانة طبعا أنا متدرب في الصيانة، والحمد لله طبعا استفدت حاجات كتيرة من المدربين اللي كانوا موجودين معانا. فكري اتغير جدا لما دخلت هنا المركز، كنت داخل في مجال واحد، دخلت في كذا مجال وتعلمت حاجات كتير حلوة فادتني. في البداية الأساتذة والبشمهندسين اللي هنا بدأوا يفهمونا، بدأ بعد كده ان انت يبقى عندك حب استطلاع ان انت تعرف اكتر وتتعلم اكتر. مع تشغيل المعدة بدأت تفهم وبقت تقدر تشتغل على تحت اي ضغط شغل. عرفت حاجات كتير ما كنتش اعرفها، ازاي احافظ على المعدة فترة طويلة، وازاي يعني اشتغل تحت ضغط، اتعامل مع المعده ازاي، احافظ على المعده لعمر طويل. تعمل المبادره على توفير التدريب الفني التخصصي للفئات المستهدفه من قرى ومراكز حياه كريمه على قياده وصيانه اللوادر داخل مراكز التدريب التابعه لجهاز التدريب الانتاجي على حرف التشييد والبناء، بالاضافه الى توفير التدريب التثقيفي والمالي والقانوني وتحقيق التمكين الاقتصادي للمتدربين. احمد الحسيني، التلفزيون المصري.